السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ديالي في صحه جيده. اليوم جيتكم فيديو جديد بريوش كيجي رائع شكلا ومذاقا بشكل جديد، نوعوا هكايا في الموائد ديالنا. وبمناسبه ان شاء الله اقتراب عيد الفطر السعيد، نتمنى توجدوه في الموائد ديال الفطور ديالكم وبالصحه والراحه، وتبعوني في الطريقه والمقادير، ونتمنى ينال الإعجاب ديالكم. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاج في هذا البريوش هذا، يعني سهلين ومتوفرين في كل بيت، بدون زبدة بدون بيض، كيجي رائع. عندي هنا البنات في هذه الكاسرونة هذه عبرت بكأس العنبة جوج كؤوس، دفيتهم شوية، درتهم في هذا الإناء هذا. غادي نضيف ليهم تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال حليب بودرة. الا ما توفرش لكم البنات الحليب بودرة، ممكن عوض هذوك جوج كؤوس ديال الماء دافئ ديروهم ديال الحليب. هنا درت 3 المعالق كبار ديال سكر سنيدة، وسنيدة البنات كتبقى على حسب الذوق ديالكم، الحلاوة كتبقى على حسب الذوق. هنا البنات درت 1 المعلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز حبيبات، بحكم ان عندنا هاد الايام الجو بارد. ضفت 1 الكأس ديال الفورص ديال الدقيقة البنات، غادي نحرك بهذه الطريقة حتى يتجانس ليا الخليط، ونغطي عليه ونخليه يختمر تقريبا 15 دقيقة. هاد العملية هذه كتعمل كمحسن لهاد البريوش هذا، كتجي رائعة، كتجي بيه العجينة غزالة. غنخليه يرتاح البنات ونتلاقى معكم ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا معايا، بعد ما ارتاحت لي ديك العجينه وتفعلات لي ديك الخميره، كنضيف لهم 1/2 كاس ديال زيت المائده، ونضيف قبصه ملح، وغادي نخلط هاد العناصر هادو. وغادي نبدا نضيف الطحين شويه بشويه. الطحين البنات كيبقى على حسب الخليط، يعني كيختلف من طحين لطحين. كنستمر كنضيف بشويه بشويه، ومن بعد غادي نستعين باليد ديالي البنات. كما كتشوفوا راه القوام ديال العجينه كيجي بهذا الشكل، غادي نغطي عليه غير تقريبا 1 5 دقائق، وغادي نبدا فاش نشكلوا البريوش ديالنا. كما كتشوفوا راه العجينه كتجي القوام ديالها خفيف. دائما البنات واحد الملاحظه للبريوش، كيكون العجينه ديالهم تكون خفيفه باش يجيكم داك البريوش حتى هو خفيف. غادي نقسم هذاك العجين بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نشكلها كريات. غادي نطلق هذوك الكريات كل وحده بوحدها بهذه الطريقه هذه، بالاستعانه من طبيعه الحال بالطحين. هنا البنات راه عندي انا هذه المقله، راه رشيتها بالطحين، دهنتها عفوا بالزيت ورشيتها بالطحين. ممكن ديروا اي مول دائري عندكم، وغادي نستمر بهذه الطريقه. بالنسبه للبنات لهذا العجين الاول اللي درنا في المقله، غادي ندهن ليه الوجه ديالو بالنوتيلا او بديل الشوكولا على حسب نتوما المتوفر. ممكن تدهنوه البنات حتى بالكونفيتير، ديروا عليه ترشوا عليه شويه ديال الفواكه مجففه اولا المكسرات. غادي نطلق هذا العجين المره الثانيه، وغادي نديرو حتى هو فوق العجين الاول اللي سبق لينا ودهناه البنات بالشوكولات. وغادي ندهن كذلك الوجه ديال هذا العجين هذا، ونعاودوا نفس العمليه حتى ندير تقريبا واحد
خمسة طبقات ولا أربعة على حسب الاختيار ديالكم. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما كملت الكمية اللي عندي، هنا جبت هذا الطبسيل حطيته في الوسط، ولكن جاني شوية غادي يجي كبير، واستعنت بهاد السليفة هادي الصغيرة، وغادي نبدا نقطع في العجين ديالي بهذا الشكل. هنقطعه في الاول على أربعة، على جوج عفوا، وثم غنقطعه على أربعة، وغادي نبدا نقطع دوك المرصوات الأربعة كل واحد على ثلاثة. اتمنى يكون واضح ليكم. هنا كما كتشوفوا من بعد ما قطعت العجين ديالي كله، كناخد كل الطرف وكنلوي جوج مرات بهذه الطريقه هذه، وكيعطينا داك الشكل اللي الصراحه رائع. جربوه البنات وما غاديش تندموا، توجدوه هكا في المواعيد ديال الافطار ديالكم ديال العيد ان شاء الله، اللي يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. نستمر بهذه الطريقه، او غادي نحيد ديك الزليفه كما كتشوفوا، غنخليه يخمر مزيان، وغادي ندهنوه باصفر البيض فيه شويه ديال الحليب. كما كتشوفوا البريوش ديالي راه ضعف الحجم ديالو، غادي ندهن ليه الوجه ديالو، وغادي ندخلو الفران اللي سبق لي وسخنتو. وهنا كما كتشوفوا معايا هذا هو البريوش ديالنا من بعد ما تحمر وطاب، وكيجي رائع البنات. دهنتو بشويه ديال الناباج، اولا ممكن تدهنوا بشويه ديال العسل او الكونفيتير، راه كيجي البنات خفيف بزاف ولذيذ. يعني في الطبقات ديال البريوش ممكن ديروا اي اضافه نتوما يعني بغيتوها، عوض الشكلاط ممكن ديروا الكريم باتيسير، اي حاجه متوفره لكم، راه كيجي لذيذ البنات بزاف. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا، وما تنسونيش دائما من اللي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينين، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.